The next slide with Mr. Heather and Saeed. This event is this debate. لكن الحقيقة أنا في منتهى السعادة بهذا اللقاء، ويمكن اللقاء اللي زي ده هو اللي الإنسان بيجد فيه روح. اوعوا تبقوا مش متحمسين في أي وقت، لازم تستمروا متحمسين دائما، أصحاب قضية دائما، أنتوا مش محايدين. لأن موضوع اللحظة ولسه دمي بيغلي منه، أنا لسه دلوقتي طلع بيان إني معترض أعنف الاعتراض على صفقة تبادل السجناء بالجاسوس الإسرائيلي. أنا عايز الكيان المصري، بس لازم عشان أخد القرار وأطلع جاسوس مجرم كان جاي يحرق مصر في أحداث 25 يناير، لازم تديني معلومات أعرف ال 25 سجين دول كانوا سجناء ليه. أنا عايز أقول لحضراتكم الأمثلة. معلش بس أنا مضطر أقطع حضرتك، أنا آسف، بس أنا أصلي عايز أكمل فكرتي قبل ما أسأل. معلش أنا آسف، بس أنا جاي مثلا حوالي 50 مثلا دلوقتي من الناس اللي قاعدة، هم عايزين يعرفوا من هو حازم طه وإسماعيل أكبر. أولا يا أخي كريم لو سمحت، أنا جاي بناء على اتفاق واضح اللي هو أنني أتكلم أولا ثم أجيب الأسئلة بعد ذلك. إذا كان حصل اختلاف عن هذا مش هقدر أن أكمل. اختلاف بس إحنا يعني أنا جاي لأتكلم ثم أجيب الأسئلة. إحنا بس عندنا نقطة، حضرتك إحنا في حاجة اسمها التسمي الأول أو بتاعت رأسهم في الجامعة، فالناس عايزة تعرف حضرتك أكتر. لو حضرتك بلغتني ده قبل ما أجي كنت اتفقت معاك على إيه، لكن أنا جيت بناء على اتفاق، فلا بد أن ننفذ الاتفاق. لا لازم ينفذ الاتفاق، بس الاتفاق إن هي حفظ كلمتي كل ما أسمع. طب هو الكلمة الاتفاق أنا عندي كلمة. أشكركم يا إخواني ونلتقي في المتسع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم. هو انا دي شايف يعني دي احتمال دي هتبقى بدايات حريه الراي مع مرشح اسلامي. انا طبعا اعترضت بشده على اسلوب التعامل واسلوب ان هو يحاول يقنن او يمشي الحوار على مزاجه. هو المفروض هو راجل مستضاف في جامعه وقابل الاستضافه ديت، فمفروض يقبل بجميع الاسئله ويقبل بمسار الحوار ازاي، ما يجيش يفرض نفسه على طريقه الحوار، ما يجيش يفرض نفسه يتكلم فيه وما يتكلمش في ايه، ما يجيش يفرض او يعمل حمله دعائيه لنفسه. هو جاي في حوار معين، الناس كانت محتاجه تعرف من هو حازم صلاح ابو اسماعيل، يعني ايه كلمه مرشح اسلامي، يعني ايه دوله اسلاميه، هل هنكون في يوم من الايام مصرستان ولا هنبقى شكلنا عامل ازاي. اللي حصل في التليفون كالاتي، ان هو طلب ان يلقي كلمه الاول على الشباب، قلنا له اوكي في ربع ساعه حضرتك تقدم نفسك فيها وتعرف نفسك فيها. عدت الربع ساعه الاولى، ادينا له ربع ساعه ثانيه، الناس عايز تبدا الاسئله، هو رفض ان يبدا الاسئله. الاتفاق لو كان هو مشي عليه من الاول كان هو ربع ساعه فقط. انا مستغرب جدا من اللي حصل. احنا اتفقنا مع استاذ حازم صلاح بفور هاند ان هو كان ربع ساعه هو هيتكلم عن ليكتشر، يعني شبه ليكتشر اللي عايز يقوله، بعدين بننقل للكيو اند اي من المودريترز، وبعدين من الجنرال اسامبلي من الاودينس. اللي حصل ان هو كان بيننا وبينه لينكج، احنا ما كلمناهوش دايركتلي، هو حد من الكامبين بتاعه بنتكلم معاه. كان المفروض النهارده الاستاذ حازم بيجي قبل الايفنت بنص ساعه، بنقعد في بنسيتل التايم فريم بتاع كل حاجه، بس هو للاسف جه متاخر، دخل على اللكتشر على طول، فما عرفناش تو فورمالي نظبط معاه هو شخصيا. اولا لو ركزنا من البدايه لكلام الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، كنا هنلاقي انه بيركز لفكره عايز يوصلها، وهو قبل ما يجي كان مدي تصريح للصحافه بخصوص صفقه تبادل الاسر او الاسير الجاسوس الاسرائيلي في مقابل 25 سجين مصري. مجهولين المعلومات بالنسبه لنا، ما نعرفش اسباب حجزهم هناك ايه، ويقال زي ما هو بيقول ان هم حاصلين على الجنسيه الاسرائيليه، يعني تم سجنهم بناء على القانون الاسرائيلي. ناس اجرموا في مجتمع هم عايشين فيه فعملوه. حازم صلاح ابو اسماعيل كان ممكن بالعكس تماما يستغل الموقف ده في عرض افكاره وبرنامجه، لكن مش هو ده اللي يهمه. احنا بنتكلم في بني ادم مش بيفكر في نفسه، بنتكلم في مصلحه وطن، عنده رساله مهمه وخطيره عايز يوصلها. ثلاث مرات يتم مقاطعه كلامه وشكله، هو وضح سيبوني اوصل الاهم. هو شخصيا مش مهتم بنفسه، هو مش بيتكلم عن حازم صلاح ابو اسماعيل، ده راجل ناكر شخصه تماما، انكار ذات لا حدود له، جاي بيكلمكم في بلدكم اللي بتتسرق. مش متوقع انا بعد 9 شهور من الثوره حد يجي يقول لي انا عايز اعرف حازم صلاح ابو اسماعيل، هو مش جاي يقدم نفسه. هو مش دي الفكره، الفكره حدث الساعه الاهم،
ايه الاهم من اعرف حازم صلاح بوسمين ولا الحق وطني؟ ما هو زي ما بيقول لو ممكن اموت النهارده بكره بعد بكره محدش عارف، مصر او الوطن هو اللي باقي، احنا اشخاص بنروح وبنيجي، يا هنلحق اللحظه الفارقه اللي هو اللي انتم مسمينها على البانر بتاعكم دي، هي دي اللحظه الفارقه دي، لاول مره هناخد قرارنا بنفسنا. نفسي النصيب يخلينا نتقابل وتقولي لي هل انت لسه شايفه ان الواحد يستسهل انه يا ولا لا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، بس اللي حصل اللي حصل طبعا بيزود، بس ليه علاقه بالبرنامج اللي انا كان نفسي اناقشه، انا عندي اعتراضات كتير جدا، ما اعرفش هم كاتبين فيها ايه، ديولك تاني بس كان نفسي اناقش مع البرنامج حضرتك اللي انا عندي اعتراضات كتير فيه، بس حضرتك ما ادتنيش الفرصه، واحنا حضرتك ما ادتنيش اي فرصه انك تتناقش معانا في البرنامج. الكلام ده 20 مره وانا جاوبتكم 20 مره، قلت لكم اجي لكم 20 مره، هنقعد نقول تاني؟ يلا سلام عليكم.